أهلا وسهلا بكل المشاهدين بالنسخة العربية من البرنامج العالمي Dinner in the Sky. مثل ما بتعرفوا النجوم ما بيشبهوا بعض. وده ملوش شبه أصلا. في نجم بيحافظ على بريقه وبيضل لامع، وفي نجم بيصدي نجمة بيصدي بيستحمى كتير فكلته البرومة. ملك التحليل والتوقعات الكابتن رضا عبد العال. اهلا وسهلا فيك كابتن. اهلا بحضرتك. حضرتك انت في الاسم ولا ايه؟ شو رايك بالاجواء؟ حاجه ترعب. الحمد لله ده اللي احنا عشمانين فيه. كابتن في كتير ناس بيسالوا ليش اعتزلت التدريب. هو درب اصلا مجال بصراحه ما بقاش كويس، لان دلوقتي كله سلم دقنه للسوشيال ميديا. سلم دقنه؟ ده احنا كده قاعدين عند حلاق. حضرتك قلت انه انت مستعد تمرن وتدرب بنادي الاهلي ببلاش فور فري. ده لو هو بناحيه التتش جماهير الاهلي تحط بيمو. كنت عم تمزح ولا كان موضوع جد؟ بمزح طبعا. بمزح؟ ده انا همزح بيك البلاط دلوقتي. انا ليا شخصيتي وشخصيتي دي مش هتمشي مع الناس دي. انت شخصيتك ما تمشيش مع قطط. طب ليش دايما بس يكون في ماتش للمنتخب المصري بتنتقد او بتهاجم عمر مرموش؟ عشان ما بحبوش. بس الناس بتحس انه انت مضطهده تحديدا لعمر مرموش. لا اصل ده ما ينفعش يلعب. ما ينفعش يلعب؟ امال يعمل ايه؟ يشتغل طباخ؟ يعني بالمانيا ما بيفهموا؟ لا هو بيموت نفسه هناك، هنا بيجي يلعب بالشوكه والسكينه. طب ما ده كويس، ده راجل بيفهم في الاتيكيت. هل تعتبر سمير كمونة محلل؟ لا بعتبره توابل. مين خليفة رضا عبد العال في الكرة حاليا؟ ميسي. طب ما تخلينيش علي حسي. هلا بتسألك، قلت ان مراتك قفشتك قبل كده وانت بتخونها، صلحتها ازاي؟ كوباية شاي. ايه ده؟ إيه انت صلحتها على القهوة ولا ايه؟